راح أحل معكم مجموعة من الإكزامبلز اللي موجودين بالوركشوب، على أساس تكونوا يعني هيك فاميليار كيف لما نعمل إحنا لايف انتراكشن تكونوا فاميليار مع طريقة الحسابات. أول سؤال عندكم كان بيحكي عن الدوبامين، وكنت أنا طالب منكم أنكم تروحوا وتعبوا هذا الجدول، فخليني أشوف أنا وياكم كيف بدنا نروح وندور على المعلومات اللي تتعلق بالدوبامين. هلا في البداية أنا طبعا بدكم تكونوا أنتوا هنا في عندكم تكونوا عارفين رقم الصفحة للدوبامين، فأنا هاي عندي انتقلت لصفحة الدوبامين. لاحظوا هنا في البداية بحكي لي كيف بيجي الدواء، يعني بيحكي لنا أنه بيجي على شكل أمبولز حجمها 5 ميل أو فايلز 5 أو 10 ميل، وكل واحدة فيها تركيز معين. برضو كمان ممكن يجي على شكل انفيوجن باكس حجمها 250 ميل، حسب يعني ممكن يكون في منها 2 سترينكس، في 1.6 ميلي جرام برمل وفي عندنا 3.2 ميلي جرام برمل. بعدين بصير يحكي لنا شوي عن هذا الدواء واستخداماته وإيش لازم نشيك قبل ما إنه نبلش نستخدم بهذا الدواء. كطريقة تحضير هون بيحكي لنا إنه المفروض ideally use a pre-prepared infusion bag containing 40 ملغرام ب 250 ml، أو إنه استخدم 800 ملغرام موجودين ب 250 ml. أوكي، اليوم الأفي باجز اللي كانوا ذكرناهم في البداية، لكن أنتوا لاحظتوا إنه ممكن أنا المستشفى ما يكون عنده الستوك على شكل أفي باج، ممكن أنا أكون شاريه على شكل أمبولز أو على شكل فيلز، وبالنهاية أنا بدي أحضر solution أفي باج بحيث إما أن يكون تركيزها 1.6 ملي جرام بير ميل أو 3.2 ملي جرام بير ميل. هذا الدواء هيك يعني، هذا طبعا أنا كيف عرفته لما قرأت عن معلومات الميديكيشن، اكتشفت أنه هيو أنا بحكي لي أنه الأحسن أنك تستخدم يعني الأحسن أنه ينعطى على شكل انفيوجن باك جاهز مش إحنا نحضره، ولكن أنا حكيت لكم ممكن ما يكون هيك. طبعا في عنا معلومة حلوة هون بحكي لي الكونسنتريشن اللي بتستخدمه بيعتمد على الدوسج والفلويد ريكويرمنتس، بحكي لنا ان الكونسنتريشنز جريتر ذان 3.2 ملي جرام بير مل مست بي جيفن فيا سنترال لاين. اوكي، طيب خلينا نشوف احنا هلا فعليا بدنا نشوف هل بدنا نحضر 1.6 ولا بدنا نحضر 3.2 ملي جرام بير مل. حسب انا شو اللي عندي، انا في عندي هون بحكي لي يا بتسحبي 400 ملي جرام من الدوبامين كونسنتريت بسرنج، يا بتسحبي 800 ملي جرام من الدوبامين كونسنتريت انتو اسرنج. انا اللي عندي فعليا اذا برجع على السؤال حتلاحظوا إنه دواي بهذا السؤال اللي أنا بدي أحله أنا وياكم، إنه أنا في عندي 10 ميل فيل تحتوي على 40 ملغرام بير ميل، فمعناته أنا على الأغلب راح أقرأ من أي تحضيرة 10 ملغرام فيها 10 ميل فيها 40 ملغرام، أنا بدي أقرأ هاي التحضيرة. أوكي، معناته هون هاي بيورجيني كيف بدي أحضر الانترفينس انفيوجن لهذا الميديكيشن. تحت لاحظوا بحكي لي حتى كمان كيف بده ينعطى الادمنستريشن تبعه، يعني أنا حضرت الاي في انفيوجن كيف بدي أعطيها للمريض. لاحظوا بحكي لي مثلا it should be given via a volumetric infusion device. خليني بس أورجيكم المعلومات اللي أنا طالبها منكم، يعني بالأعلى من وين بدكم تجيبوها. أنا طالب منكم تحكوا لي كيف بيجي هذا الدواء، فعرفنا إنه إيش الأشكال اللي بيجي فيها. هي أنا هنا حبيتهم مثلا، طالب منكم البي اتش والصوديوم كونتنت والستورج والستابيليتي افتر بريبريشن، وكم بدهم يعملوا انفيوجن والتايب اوف ذا ليون. خلينا نشوف هذول المعلومات بالضبط وين موجودين. طيب هلا الديليونت اللي هو كومباتبل معها اللي هي اسمها سوليوشنز. اوكي، لاحظوا هو كومباتبل وذ نورمال سلاين جلوكوز 5% جلوكوز نورمال سلاين هارتمانز سوليوشن. اذا بدي اعمل فلاشينج لللاين او للكانيولا بدي استخدم نورمال سلاين. اذا سالوني مثلا مين الدراجز ذات ار كومباتبل مين الدراجز ذات ار انكومباتبل، هاي في عندي هنا قائمه بالادويه البي اتش تبعته. لاحظوا انها سلايتلي اسيديك، صوديوم كونتنت ما بيحتوي، الستورج المفروض انه على الروم تمبرتشر اخذنا. اوكي، الاكسيبينتس هون حكي لي انه بيحتوي على سلفايتس، الاستابيليتي افتر بريبريشن بيحكي لي بعد ما تحضري الاي في باج لازم تنحط، يعني اذا ما بدي استخدمها مباشره it should be stored at 2 to 8 celsius degrees، والمفروض يعني نعمل لها انفيوجن within 24 hours، يعني اذا ما نعمل انفيوجن خلص بنكون خسرنا هذا الانفيوجن باج. فلاحظوا هيك انا وياكم بنكون حبينا كل هاي المعلومات. بضل في عندي سؤال هون، طيب كم الانفيوجن تايم؟ قبل ما أجاوب هذا السؤال في البداية خليني أروح أنا وياكم ونشوف إنه كيف بدنا نحضر هاي الاي في باج. طبعا في عندكم هذا السؤال الأول يعني straight forward calculations، أنا ما هحله معاكم لأنه حلينا كثير زيه، حلينا يعني different examples زيه بالفيديو السابق. بدي أروح أنتقل لسؤال اثنين بحكي لي starting from a 10 ml vial containing 40 ملغرام of dopamine
How will you prepare a dose of 5 microgram per kilogram per minute for a patient weighing 80 كيلوغرام؟ بدي أنا وياكم نحكي التحضيرة بالتفصيل. خلينا نرجع ونتفرج كمان مرة على الدوبامين مونوغراف ونشوف كيف بدنا فعليا نعرف من وين بدنا نستخدم المعلومات. طيب هنزل تحت، أنا في عندي معناته بادي من هون من هاي الفيل 40 ميلوغرام بير ميل سولوشن ان 10 ميل فيل، يعني أنا فعليا التوتال اماونت اللي عندي هي 400 ميلوغرام. فأنا حكيت لكم أنه أنا في عندي هنا تحضيرتين، إما تحضيرة 1.6 أو تحضيرة 3.2 ميلغرام برمل. كيف بدي أعرف؟ هون بحكي لي يسحبي 400 ميلغرام، هون بحكي لي يسحبي 800 ميلغرام، أنا واضح أنه عندي 400 ميلغرام، فأنا بدي أبدأ منها، فبدي أسحب كل العشرة ميل اللي بتحتوي على 400 ميلغرام من الدوبامين كونسنتريت من خلال سرنج. بعدين شو بحكي لنا؟ بحكي لنا أنه روحوا على آي في باج تحتوي إما على نورمال سلاين أو جلوكوز 5%، لأنه هاي هي الـ D1 that are compatible with الدوبامين حسب ما شفنا بالجدول. احكي لي اسحبي منها 10 مل، يعني فضي منها 10 مل إما نورمال سلاين أو جلوكوز 5% حسب أنا شو اللي بستخدمه، عشان أفرغ مكان لل 10 مل اللي بتحتوي على الدوبامين كونسنتريت. بعدين بحكي لي ضيفي الدوبامين كونسنتريت على البريبيرد انفيوجن باج واعملي لهم ميكسينج. أوكي؟ هلا بعدين هذا بحكي لي إنه راح يطلع عندك التركيز 1.6 ملغرام برمل، اللي فعليا 400 ملغرام، انا دوبتها 250 مل، بيطلع الجواب النهائي 1.6 ملغرام برمل. طيب خلينا نشوف كيف بده ينعطى هلا الميديكيشن. اوكي بحكي لنا بالنسبه للادمنستريشن، the solution should be clear and almost colorless. اوكي هلا inspect visually for particulate matter or discoloration prior to administration and discard diffusion. معناته هون بحكي لي حتى كيف لازم يطلع عندي شكل المحلول بعد ما اخلصه. بحكي لي give by IV infusion via a volumetric infusion device into a large vein at an initial rate of 2 to 5 microgram per kilogram per minute. طيب احنا الدوز اللي بلشنا فيها مع المريض كم كانت؟ لسه احنا ما حكينا كم كانت هي الدوز، احنا بدنا اياها تكون 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت. طبعا انا شو اللي حاعمله؟ هو بيحكي لي انه هي لازم تتراوح ما بين 2 ل 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت. انا حضرت الانفيوجن بدي اركبها على الاي في باج، هاي بدي اركبها على الفوليومتريك انفيوجن ديفايس، وبعدين بدي احدد كم بده يكون الانفيوجن ريت بوحده مل بير اور. لاحظوا انه بيحكي لي بريبير افريش انفيوجن باج افري 24 اورز، يعني سواء خلصت هاي الاي في باج اللي انا حضرتها اليوم ولا ما خلصت، المفروض انه نعملها ديسكارد افتر 24 اورز. يعني عشان اجاوب انا وياكم السؤال انه متى لازم اعمل، يعني متى لازم، او هون بحكي لي اي ثينك تحت في عندكم هنا سؤال بحكي لي وين شود ذا انفيوجن باج بي ريبليست، فهي انا جاوبته انه شود بي ريبليست بعد 24 ساعه، سواء خلصت ولا ما خلصت لازم انها تتجدد. طيب نرجع كمان مرة لهذا السؤال، إيه شوي هيك بالبداية المعلومات بتحسوا هيك بتتوه، بس راح نرتب كمان مرة أفكارنا. عرفنا كيف بدنا نقرأ المونوغراف تبعت الميديكيشن وكيف بدنا نستخلص منها المعلومات. هو بيحكي لي إنه بلشي من 10 ميل فيل تحتوي على 40 ملغرام من الدوبامين، كيف بدك تحضري دوز لهذا المريض؟ أنا رحت وقرأت المعلومات اكتشفت إنه أنا بدي أحضر له 1.6 ملغرام برمل من هذا الميديكيشن. فحضرنا حكينا سحبنا 10 مل من الدواء اللي بيحتوي على 400 ميلغرام، فضلنا له فراغ او عملنا له فراغ بالاي في باج اللي حجمها 250 مل اللي بتحتوي اما على نورمال سلاين او جلوكوز 5%. بعدين ضفنا عليها ال 10 مل من الدوبامين كونسنتريت وعملنا لهم ميكسينج. هلا السؤال كيف بدي اعمل سيت اب للماشين بحيث انها تعطيني انفيوجن حتى انه يطلع بالنهايه المرض عم ياخذ 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت. اوكي بنفس الطريقه اللي كنا نحل فيها، انا في عندي 400 ملغرام موجودين ب 250 ml، هاي ال 5 مايكروغرام بير كيلوغرام بير مينت كم بتكافئ ملغرام بير اور؟ ف 5 مايكروغرام ضرب وزن المريض اللي هو وزنه 80 كيلوغرام ضرب انه هاي بس بدقيقه واحده خلال ساعه كم حيكون اخذ؟ حيطلع عندي انه حيحتاج 24000 مايكروغرام بالساعه. اوكي 24000 يعني هاي بتكافئ 24 ملغرام بير اور. فبنزل تحت كمان مره بحكي انه انا في عندي 400 ملغرام موجودين ب 250 ml، طيب ال 24 ملغرام بير اور كم بتكافئ هاي مل بير اور؟ نسبه وتناسب حنضرب 24 ضرب 250 تقسيم 400، حيكون الجواب النهائي عندي 15 مل بير اور. فحروح على الماشين. اوكي هيا انا حركبها،
على الفوليومتريك انفيوجن ديفايس. طبعا لازم اكون مختار لارج فين، وبدي ابدا هلا. طبعا هو بحكي لي انه الريت لازم يكون 2 ل 5 مايكرو جرام بر كيلو جرام بر منت. انا بدي احدده على الماشين بوحده ملي جرام، سوري بوحده مل بر اور. بدي انتبه انه هاي الاي في باج صالحه لمده 24 ساعه. اوكي، هاي الاي في باج صالحه لمده 24 ساعه. هيك بنكون خلصنا هذا الاكزامبل وعبينا كل المعلومات المطلوبه عن الدوبامين. هلا في عندنا كمان هذا الاكزامبل كمان احنا حليناه، فبالتالي ما راح نحل زيه. اوكي، بدنا نحل هذا المثال. بحكي لنا انه في عندنا احنا دوبامين 200 ملغ موجودين ب 50 ml مركبين على بمب. هاي البمب ماشيه بسرعه 4 مل بير اور. المريض مكتوب له الاوردر على الميديكيشن شيت 3 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير منت. سؤال، هل هاي البمب عم تعطي هاي الدوز نفسها ولا اعلى ولا اقل؟ طبعا هاي هاف تو اوبشنز حتى احل هذا المثال. المثال الطريقه الاولى انه انا بدي اتاكد هل ال 4 مل بير اور بناء على هاي الكونسنتريشن اللي عندي بتكافئ بالنهايه 3 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير منت، او انه لا بدي امشي ستريت فورورد، هاي برجوع هاي للامام بدي اتحرك، انه هل 3 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير منت فعليا بتكافئ 4 مل بير اور. اوكي، خلينا نجرب نحل في البدايه. هلا خلينا نشوف هاي فعليا ال 4 مل بير اور شو بتكافئ بوحده ملي جرام بير اور، بعدين برجع على مايكرو جرام بير كيلو جرام بير منت. انتوا بتكونوا تحلوا بطريقه ثانيه بصير. طيب انا عندي 200 ملي جرام موجودين ب 50 ml، هل ال 4 مل بير اور كم بتكافئ ملي جرام بير اور؟ فعشان احسب الانفيوجن ريت بوحده ملي جرام بير اور بدي اعمل نسبه وتناسب. 4 ضرب 200 تقسيم 50 حيطلع عندي 16 ملي جرام بير اور. اوكي، 16 ملي جرام بير اور هاي بتكافئ 16000 مايكرو جرام بير اور. طيب كم بتكافئ مايكرو جرام بير كيلو جرام بير منت؟ بدي ارجع اقسم كمان مره على وزن المريض، وبدي اقسم كمان على عدد الدقائق اللي موجودين بالساعه الواحده. فباخذ 16000 مايكرو جرام بير اور، بقسم تحت في المقام بده يكون عندي وزن المريض اللي هو 89 كيلو جرام، وبدي اقسم كمان على عدد الدقائق اللي موجودين بالساعه اللي هم 60 مينت. بطلع عندي فعليا الانفيوجن ريت يكافئ 2.996 مايكرو جرام بير مينت، which is equivalent ل 3 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير مينت. اوكي، طريقه ثانيه زي ما حكيت لكم انكم تحولوا هاي الى مل بير اور وتشوفوا اذا بتكافئ 4 مل بير اور اور نوت. انا رجعت فيها برجوع عشان تعرفوا تحلوا بالطريقتين. يعطيكم العافيه.